عليكم بناس كديرين بخير، لاباس عليكم، هانين اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفه شهيوه مغربيه معروفه، وهي الطاجين ديال الغنمي بالملوخيه. كنتمنىكم ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه بالصحه والعافيه. تابعوا طريقه ومراحل الاعداد في الفيديو ان شاء الله. لهذا الطبق هذا كنحتاجو بطبيعه الحال اللحم على حسب افراد الاسره. عندي ملوخيه انا فيتها مجمداها من قبل حتى نوريكم كيفاش كنقيها. عندي بصله مشرده على هذا الشكل، هذا انصف حلقات. عندي زيت الزيتون، زيت المائده. بالنسبه للتوابل عندي الملح، ابزار، قزور يابس، خرقوم، زعفران ديال ضامن الزعفران اولا زعفران الحر. عندي سكينجبير، عندي مطيشه اللي كنت فيتها حضرت معاكم اللي كنعلبها. عندي قزبر ومعدنوس والثوم. ندوزو ان شاء الله للطريقه. هاد الشهيوه هادي غنحضرها في الطاجين. كناخد الثوم، تقريبا هنا عندي فص تاع الثوم، هما على حسب كميه اللحم، ما نتقيدوش بنفس المقادير. عندي القليل من قزبر ومعدنوس، عندي نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، ربع ملعقه ديال قزبر يابس، نص معلقه ديال السكينجبير. انا ما تنكثرش التوابل في الطاجين. ربع ملعقه ديال الابزار، ملح على حسب الذوق، نصف ضامن زعفران. وهاد المقادير على حسب كميه اللحم وكميه والطاجين واش كبير ولا صغير. كندير جوج معالق ديال زيت المائده، جوج معالق ديال زيت الزيتون، ونحطو على النار حتى كيتشحر مزيان ان شاء الله ورجع معاكم. بالنسبه للملوخيه انا شريتها وتقريبا درتها في المجمد. الطريقه كيفاش كنديرها في المجمد كتجي على الشكل هذا، كتبقى بحال الله شريتيها. كنشريها تنقيها، تنحيد لها غير هاد العود هذا بهذا الشكل هذا، ما تنقيسوش حتى كيبانوا تبان الزريعه. الا قصتيها وبان الزريعه ملي كطيبيها كتلقى لك الخيوط ديالها وكتخسر لك الطياب ديالك والمرق. صافي على هاد الشكل هذا. الا كان فيها الشوك بزاف كتكرطها غير شويه، انا هادي ما فيهاش لا شوك لا حتى حاجه، كتكرطها غير بالموس على هاد الشكل هذا. المهم نحاولوا ما تفتحش، الا تفتحت راه صافي غير ارميها، ما كتبقاش صالحه للاستعمال، كتخسر لك المذاق. كاين هذا النوع، وكاين النوع ديال مدينه الرشيديه اللي كيكون بحال الموف، تيكون في الشريط هذيك كيكون زوين. كديريه تقريبا كتغسليه مزيان وكتنقيه وكديري فوق الطاجين بالشريط ديالو، كتجي رائع. ممكن هذا النوع هذا هو اللي لقيت في السوق. الطريقه كتبقى معاك مده تقريبا حتى السنه كامله، ما كتخسر لها لا لون لا مذاق لا حتى حاجه، غير فاش كتاخذوها كتنقيوها كتغسلوها وكتديروها في المغليان تقريبا واحد الدقيقه، كتصفيوها وكتخليوها كتنشف تماما قبل كديروا لها الماء بارد باش كتحافظ على اللون الاخضر، وكتخليوها حتى كتنشف من الماء وكتصفوها في شي بلاطو حتى كتجمد وحده على وحده، وكديروها في المهم في بواط ولا بلاستيك اولا هادو اللي كيتباعوا، وكتبقى معاك حتى كتستعمليها ان شاء الله حتى يتشحر الطاجين ديالنا ورجع معاكم. البنات بعد ما تقلى الطاجين ديالي على هذا الشكل هذا، الان غنضيف البصله. الطاجين هذا يمكن يمشي بالبصله والملوخيه او البصله والمطيشه والملوخيه،
كلهم كيجيو مزيانين داك البصيلة هاد الشكل هذا. عندك النوفية ديالي بعد ما استفت الملوخيه ديالي كناخذ ديك مطيشه اللي كنت فيتها محضره معكم، كنديرها نفس التوابل اللي درت في في الطاجين اللي نصبت بها الطاجين، ونبقى نديرها على هذا الشكل هذا. انا ما تنقليهاش في الطاجين لان كتحرق وكتعطي واحد المذاق خايب ديال الحموضه مع المرق، من الاحسن تكون الفوق. جربوا الطاجين هذا كيجي رائع، خصوصا باللحم الغنمي كيجي احسن. كندير خيوط ديال زيت الزيتون القليل من قزبر ومعدنوس، غنزيد واحد ربع كاس تاع الماء لان الطاجين تقلى بما فيه كفايه، قل من ربع كاس صافي. كنسد عليه ونخليه حتى ينضج ان شاء الله، ونلتقي معكم في الشكل النهائي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع. كنتمنىكم تجربوه خصوصا في هاد موسم ديال الملوخيه والموسم الصيفي، كتجي رائعه رائعه خصوصا مع اللحم ديال الغنمي. كنتمنىكم تجربوها بالصحه والعافيه، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.